مدرسة الشهيد أحمد فرج هنا، حيث توقفت العملية التعليمية تماما جراء الانفلات الأمني الذي تشهده منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز. اللي حدث احنا كنا في الفصول، كان الوقت يعني بداية الراحة لكن لسه ما خرجنا، حصلت اشتباكات كثيفة ومسل يعني بين أطراف متنازعة، احنا لم نكن نعرف بين من، لذلك أصيب الرعب شديد في صفوف الطالبات، أدى إلى انهيارات في إغماء على الطالبات. تحكي هذه المشاهد حجم الخوف والرعب الذي عاشته طالبات المدرسة عقب اندلاع اشتباكات بين العناصر المسلحة بالقرب من مبنى المدرسة، كما وصلت طلقات الرصاص إلى الفصول الدراسية وأثناء سير العملية التعليمية وأصابت إحدى الطالبات. ناشد قائد محور تعز ومحافظة المحافظة والجهات المختصة بضبط البلاطق الخارجين عن القانون، بتوفير لنا أمن وأمان حتى نذهب إلى مدارسنا. تستوعب هذه المدرسة ما يزيد عن 1500 طالبة من مختلف المراحل الدراسية، تتوزع على مختلف الفصول في عملية منتظمة يقوم بها الكادر التعليمي بسلاسة. بيئة آمنة هي كل ما يبحث عليه هؤلاء الطلبة للاستمرار في العملية التعليمية، فهل سيتحقق لهم ذلك؟ سؤال لا يزال أهالي وأولياء الأمور يبحثون عن إجابة له، خصوصا في ظل تجاهل الشكاوي التي قدمت إلى الجهات المعنية حول هذه الحادثة وإظهار تخوفات من تكرار الحوادث في ظل الأوضاع الراهنة. البلاطقة الذين هم يتهبشون الأراضي يطلقون النار والأعيرة النارية هم طبعا محسوبين على الأمن والجيش أغلبهم، وخرجوا من أجل المقاومة، لكن بعضهم أصبح ذريع للمقاومة. إلى جانب المعاناة المستمرة التي يعيشها سكان حي المطار القديم بالإضافة إلى قرب مساكنهم من خطوط التماس مع الميليشيات الإنقلابية، يشكل الانفلات الأمني وانتشار العناصر المسلحة جزءا آخر من تدهور الأوضاع وإقلاق السكينة العامة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.